السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. اعتبارا من الغد الأحد، بدء فرض مقابل مالي على العمالة المنزلية أكثر من 4 عاملين للفرد. إليكم التفاصيل متابعين لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بدعمكم بلايك حتى ننقل لكم كل ما هو جديد إليكم. يبدأ اعتبارا من غدا الأحد فرض مقابل مالي بمبلغ 9600 ريال على العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت في 8 مارس صدور قرار مجلس الوزراء بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي. كما تضمن القرار فرض مقابل مالي على 2 من العمالة المنزلية المقيم نفس المبلغ لكل عامل إضافي سنويا، ويستثنى الحالات الإنسانية كالرعاية الطبية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وبيّنت الوزارة أن التطبيق سيتم على مرحلتين، الأولى من يوم 21/10/1443 هجرية على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين 4 للسعودي للفرد و2 للمقيم، فيما تبدأ المرحلة الثانية من تاريخ 21/10/1444 هجرية على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على 4 للسعودي و2 للمقيم. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.